Buongiorno mi amici grazie mille al messaggio ديالكم كما قلت لكم البارح داك التوكي ما بغيتش يكون عبارة خصوصا للشباب اللي كاينين في المغرب يعني واش بعدهم الحريق راه ما يوصلكمش يعني بنادم يخدم ويقلب عطى الله بزاف ديال الحوايج باش تقدروا تجيو ما غير الحريق غنساو بنادم اللي بغى حاجه يتفكر والديه ويفكر في راسه صراحة الطاليان واعر وكما وعدتكم باش غنجي للطاليان دابا كنوعدكم ان شاء الله تغادي الطاليان كامل يوليو عارفوني وغادي نولي موديل ان شاء الله من الغفله من الطوارئ التبوعيه غير الموديل في ميلانو ولكن بنادم ما وصلش ديك الدرجه باش انه يحرق ويغامر براسو ويروح راسو في البحر باش يوصل والله يسهل على الجميع وان شاء الله انا غادي ما غادي غنوقف ان شاء الله حلم من وراء حلم ان شاء الله.